بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلاب الصف الثامن، اليوم سوف نبدأ بدرس جديد بمحور جديد ألا وهو المحور الخامس، وسوف نتعرف على فن جديد من فنون اللغة العربية ألا وهو فن السيرة الذاتية. ما هو فن السيرة الذاتية؟ فن السيرة الذاتية عندما يقوم كاتب من الكتاب أو شخص من الأشخاص بكتابة سيرة حياته، ما الذي جرى معه من أحداث في صغره، في شبابه أو في كبره. فلنتعرف ما هو فن السيرة. السيرة في اللغة العربية هي أحد الأنواع الأدبية التي يعتمد كاتبها على انتقاء الأحداث الحقيقية. فلننتبه جميعا إلى هذه الكلمات. فإذن السيرة الذاتية هي أحد الأنواع الأدبية التي يعتمد فيها الكاتب على انتقاء الأحداث الحقيقية وترتيبها وعرضها بصورة شيقة. فإذن السيرة الذاتية هي نوع من أنواع الأدبية كالقصة والمقالة وغيرها من الأنواع والفنون الأدبية في اللغة العربية. فإذن السيرة الذاتية كما ذكرنا وأسلفنا سابقا هي يقوم فيها الكاتب بسرد أحداث حقيقية ويقوم بترتيبها بلغة سهلة واضحة. فإذا أريد أن أؤكد على أن الأحداث السيرة الذاتية يجب أن تكون حقيقية، لأن الكاتب يتكلم فيها عن نفسه، عن حياته في شبابه، في صغره أو في كبره. لأن مثال نعرفه جميعا من الصف الأول إلى أن وصلنا إلى الصف الثامن عن فن السيرة، السيرة النبوية، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن تختلف السيرة النبوية عن السيرة الذاتية بأنها سيرة غيرية. شو يعني السيرة غيرية؟ أي المقصود أنه كتبها شخص آخر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم بكتابة سيرته وإنما رواها لنا الصحابة والتابعين. ولكن أريد أن أعطي لكم مثالا قبل أن نبدأ بالأمثلة عن السيرة الذاتية. فإذا تعد السيرة النبوية أول كتابات السيرة، ولكنها تختلف عن هذا الفن الذي نتكلم عنه بأنها غيرية، أي كتبها شخص آخر. فلنأتي سوية لنتعرف على بعض خصائص فن السيرة. يجب أن تكون شاملة، فكاتب السيرة الذاتية يجب أن تكون سيرته شاملة لمناحي حياته، تعليمه، عمله. أن تكون لغتها واضحة وسهلة، يعني فن السيرة كاتب السيرة يجب أن تكون لغته واضحة وسهلة بالنسبة للقارئ. أن تكون صادقة وحقيقية، أعود وأؤكد أن السيرة يجب أن تكون حقيقية لأن الكاتب يتكلم فيها عن نفسه. فإذن أعيد وأذكر، المحور الخامس هو فن السيرة الذاتية. ما هي السيرة الذاتية؟ هو أن يقوم الكاتب بكتابة سيرة حياته، ماذا جرى معه في مراحل عمره. الآن سوف نأتي إلى كتابنا، كتاب القراءة. أول درس في هذا المحور هو الدرس بعنوان أول قرار للكاتب الطيب صالح وهو كاتب سوداني. تعالوا سوية لنتابع قراءة هذا النص لنتعرف أكثر على هذا الفن الأدبي الذي تعرفنا عليه اليوم. يقول الطيب صالح: كان ذلك الوقت أول عهدنا بالمدارس، أذكر الآن أن الناس كانوا غير راغبين فيها، كانت الحكومة تبعث أعوانها يجوبون البلاد والأحياء فيخفي الناس أبناءهم، كانوا يظنونها شرا عظيما جاءهم مع جيوش الاحتلال. كنت ألعب مع الصبية خارج بدارنا، فجاء رجل على فرس في زي رسمي ووقف فوقنا، جرى الصبية وبقيت أنظر إلى الفرس وإلى الرجل فوقه، سألني عن اسمي فأخبرته، قال لي: كم عمرك؟ فقلت له: لا أدري. قال لي: هل تحب أن تتعلم في المدرسة؟ قلت له: ما هي المدرسة؟ فقال لي: بناء جميل مع الحجر وسط حديقة كبيرة على شاطئ النيل، يدق الجرس وتدخل الفصل مع التلاميذ تتعلم القراءة والكتابة والحساب. قلت للرجل: هل ألبس عمامة كهذه؟ وأشرت إلى شيء كالقبة فوق رأسه، فضحك الرجل وقال لي: هذه ليست عمامة، هذه برنيطة قبعة، برنيطة يعني قبعة. وترجل من على فرسه ووضعها فوق رأسه، عفوا وضعها فوق رأسي، فغاب وجهي كله فيها. ثم قال الرجل: حين تكبر وتخرج من المدرسة وتصير موظفا في الحكومة تلبس قبعة كهذه.
قلت للرجل أذهب للمدرسة، أردفني الرجل خلفه فوق الحصان وحملني إلى مكان كما وصفه من الحجر وعلى ضفة النيل تحيط به أشجار وأزهار، ودخلنا على رجل ذي لحية يلبس جبة فقام وربت على رأسي وقال لي لكن أين أبوك؟ فقلت له إن أبي ميت. فقال لي من ولي أمرك؟ فقلت له أريد أن أدخل المدرسة. نظر إلي الرجل بعطف ثم قيدوا اسمي في سجل وسألوني كم عمري، فقلت لهم لا أدري. وفجأة دق الجرس، فررت منهم ودخلت إحدى الحجرات أي إحدى الغرف، فجاء الرجلان وساقاني إلى حجرة أخرى وأجلساني في مقعد بين صبية آخرين. عدت إلى أمي عند الظهر فسألتني أين كنت، فحكيت لها القصة. نظرت إلي برهة نظرة غامضة كأنها أرادت أن تضمني إلى صدرها، فقد رأيت وجهها يصفو برهة وعينيها تلمعان وشفتيها تفتران كأنها تريد أن تبتسم أو تقول شيئا، لكنها لم تقل شيئا. وكانت تلك نقطة تحول في حياتي، كان ذلك أول قرار اتخذته بمحض إرادتي. فإذا هذا النص كما قلنا هو بعنوان أول قرار، فأول قرار قام الكاتب باتخاذه هو الدخول إلى المدرسة من دون الرجوع إلى أحد. طبعا أعود لأوظف هذا النص ضمن المحور. نحن ذكرنا في بداية المقطع بأن هذا المحور هو يتكلم فيه الكاتب، أو عفوا نتكلم فيه عن فن السيرة الذاتية. فهنا الكاتب عن من يتكلم؟ يتكلم عن نفسه، عما جرى معه عند أول يوم دخل فيه إلى المدرسة. يعني قال للكاتب أني كنت ألعب مع الصبية مع رفاقه في الشارع، فجاء رجل يمتطي الحصان أي الفرس يلبس جبة، طبعا جبة هي الثوب فضفاض، وقبعة أو برنيطة فوق رأسه، ثم ذهبت معه إلى المدرسة وقيدوا اسمي في السجل. فهنا الكاتب يسرد لنا ما حدث معه في عند دخوله عند أول يوم في دخوله إلى المدرسة. طبعا هذا النص هو مختطف من موسم الهجرة إلى الشمال، طبعا هو مختطف يعني من سيرة الكاتب الكاملة، ولكن أخذنا مثال مبسط لنتعرف على ما هي السيرة الذاتية. واضح؟ فإذا النص الذي قرأناه يتضمن بعض الأفكار، أفكار التي مرت معنا في النص، هروب الأولاد وبقاء الكاتب عند قدوم الرجل. يعني ذكر الكاتب أنه كان يلعب مع رفاقه في الشارع، فعند قدوم الرجل، طبعا أريد أن أضع النص في إطاره التاريخي، طبعا الكاتب سوداني والسودان كانت محتلة في المنتصف الأول من القرن العشرين من قبل الاحتلال البريطاني، فكان شعب السودان يخاف عند قدوم رجل موظف عند البريطانيين أو عند الحكومة التي وضعتها بريطانيا. فلذلك قال الكاتب أن كل رفاقه قاموا بالهروب إلا هو بقي. يعني يصف لنا ما حدث معه، يصف لنا الموقف. فلذلك نقول لنتعرف على هروب الأولاد، لأن الأولاد في ذهنهم أن هؤلاء يجب أن نبتعد عنهم، هؤلاء الرجال الموظفون في الحكومة. فإذا هروب الأولاد وبقاء الكاتب عند قدوم الرجل، ذهاب الكاتب مع الرجل إلى المدرسة. طبعا عندما بقي الطفل، الرجل أعجب بشجاعة الطفل أو بموقفه الجريء، أن كل الأولاد هربوا إلا هو بقي. متفرق طبعا، هو بقي لأنه استغرب من منظره، أنه رجل على فرس ويلبس برنيطة ويلبس جبة. فالرجل أعجب بهذا الفتى، بهذا الفتى يعني بالكاتب عندما كان صغيرا، فأراد إدخاله المدرسة، يعني أراد أن يقوم بتعليمه بتحسين مستوى حياته. لأن الكاتب يشير دائما في النص عندما يقول أن الرجل سأله كم عمره، يقول له لا أدري. مدير المدرسة ذلك الرجل الكبير ذي اللحية عندما سأله أيضا كم عمرك قال لا أدري. هنا يريد الكاتب أن يشير إلى حالة الجهل التي كانوا يعيشونها في تلك الأيام. فلذلك الرجل أراد أن يأخذ هذا الفتى إلى المدرسة. فإذا ذهاب الكاتب مع الرجل إلى المدرسة. الفكرة الأخيرة أو التي يريد أن يؤكد عليها الكاتب أو التي عنونا بها النص هي القرار الأول الذي اتخذه الكاتب في حياته. طبعا ما هو القرار الأول الذي اتخذه الكاتب في حياته؟ القرار الأول هو ذهابه إلى المدرسة بمحض إرادته، أي من دون الرجوع إلى أحد. هذا كل ما يتعلق بهذا النص.
الآن سوف نتناول بعض الجموع التي مرت معنا في هذا النص، فلننتبه إلى كلمة أعوان. هي جمع مفردها عون. ما معنى عون؟ أي المصاحب أو المرادف أو المساعد. الصبية مفردها الصبي. التلاميذ مفردها التلميذ. الضاد مرت معنا في النص، مر معنا في النص كلمة يخفي. عندما وضع القبعة يخفي وجهه، فعكسها أو ضدها يظهر. جميل قبيح. غاب وجهي، عندما وضع القبعة غاب وجهي ظهر وجهي. فإذا نعيد بشكل سريع هذا النص الذي تكلمنا عنه والذي عنوناه بأول قرار، هو نص من فنون السيرة الذاتية. ما هي السيرة الذاتية؟ هي أحد الأنواع الأدبية التي يكتب الكاتب فيها أحداثاً جرت في حياته، وتكون الأحداث حقيقية، وتكون الأحداث حقيقية. وقمنا بالتعرف على بعض خصائصها بأنها شاملة، يعني يجب أن تشمل مراحل عمر الكاتب. لغتها واضحة وسهلة، صادقة وحقيقية. وذكرنا مثال عن السيرة قبل أن نتعرف على المثال الذي أخذناه، ألا وهو النص أو القرار، السيرة النبوية. ولكن السيرة النبوية تختلف عن السيرة الذاتية، أنها سيرة غيرية. فأنا أردت أن أعرفكم على هذا النوع الآخر من السيرة، ألا وهو الغيرية، أي أن شخصاً ما قام بكتابة سيرة حياته شخص آخر. فهنا عندما كنا نتعرف منذ صغرنا إلى اليوم عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو لم يكتبها لنا، ولكن رواها لنا أو كتبها لنا الصحابة والتابعين. فهذا كل ما يتعلق بدرسنا هذا. طبعاً الواجب هو تمارين هذا الدرس. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.